ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أسماء الله عز وجل ثلاثة أسماء وقعت في القرآن على نسق واحد في آخر سورة الحشر، هي الخالق البارئ والمصور. وهذه الأسماء الثلاثة تشترك في أمر مقدر وهو الإيجاد، فمعاني الخلق والبرأ والتصوير كلها تجتمع في أصل الإيجاد، إلا أن بينها فرقا لطيفا. فالخلق يتعلق بالإيجاد العام وهو التقدير، والبرأ يتعلق بفصل المقدرات من الموجودات بعضها عن بعض فهو أخص من المعنى العام، والتصوير تتميم للفصل بالتفريق بالصور، تتميم للفصل بالتفريق للصور. فالله عز وجل خالق بارئ مصور، فهو خلق الأشياء بتقديرها تقديرا عاما في إيجادها، ثم فصل نظائرها بعضها عن بعض، ثم فرق بينها بالصور. فالحيوانات مثلا قد قدرها الله عز وجل من موجوداته، ثم فرق بين هذه الحيوانات بما جعل من أنواعها وبرأ، فالأسد غير الفهد غير النمر مع كونها من السباع جميعا. ثم في الجنس الواحد كالأسود مثلا أو الفهود مثلا جعل لكل واحد من هذه الكائنات صورة تختص به، وهذا دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى.